أهلا بكم متابعي اليوم السابع من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحديدا غرفة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس للتعرف على الحالة الجوية اليوم وعلى مدار 72 ساعة القادمة. بتشهد البلاد اليوم ذروة التقلبات الجوية وذروة انخفاضات درجات الحرارة اللي بنشهدها بقالنا أكتر من 12 يوم، وده طبعا احنا اليوم بنتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع تبريد شديد جدا في طبقات الجو العليا، وأيضا كمان منخفض جوي على سطح البحر المتوسط عملوا على حالة التقلبات الجوية. يمكن احنا كلنا مستشعرين الآن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وده بيكون أول عنصر في التقلبات الجوية، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. يمكن اليوم هيكون أبرد يوم شهدناه في فصل الشتاء إلى الآن. طبعا احنا اليوم متوقع تكون العظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 12 درجة مئوية خلال فترة النهار، خلال فترة الليل هتوصل لخمس وست درجات، يعني طقس اليوم بصفة عامة طقس شديد البرودة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل على كافة مناطق الجمهورية. أيضا كمان اليوم الصقيع بيتكون على المزروعات بسبب انخفاضات درجات الحرارة اللي بتقل عن خمس درجات في فترة الليل والصباح الباكر، بالإضافة إلى تساقط الثلوج على مرتفعات سانتي كاترين، لأن درجات الحرارة تنخفض لأقل من الصفر بتوصل لثلاث درجات تحت الصفر. ده العنصر الأساسي في الحالة الجوية اليوم، الانخفاض الملحوظ والشديد في درجات الحرارة. العنصر الثاني وكلنا طبعا كمان مشاهدينه هو سقوط الامطار، ممكن من خلال صور الاقمار الصناعيه اللي بتوضح السحب اللي صاحبها سقوط امطار اليوم على اغلب مناطق الجمهوريه. احنا طبعا شهدنا سقوط امطار على سواحلنا الشماليه كلها بلا استثناء، طبعا شهدنا سقوط امطار كانت متوسطه الى غزيره على مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، كمان المناطق الموجوده زي دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، كل المناطق المطله على البحر المتوسط شهدت في الساعات الماضيه سقوط امطار كانت متوسطه الى غزيره ورعديه احيانا في بعض المناطق، كمان تساقط حبات البرد بشكل كثيف على محافظه مطروح. كمان الامطار شهدنا على القاهره الكبرى اليوم او في الساعات الماضيه سقوط امطار كانت امطار خفيفه الى متوسطه في بعض المناطق، متوسطه في بعض المناطق الاخرى، بالاضافه الى مدن القناه، سيناء، بعض المناطق كمان من جنوب الوجه البحري شهدت سقوط امطار كانت من خفيفه الى متوسطه في الساعات الماضيه. متوقع استمرار فرص الامطار الى نهايه هذا اليوم، وزي ما بنقول الأمطار أكتر تأثيرها على المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية وتحديدا كل المناطق المطلة على البحر المتوسط. أيضا اليوم كمان بعض المناطق من شمال الصعيد هيوصلها سقوط الأمطار، ويمكن كمان شهدنا في الساعات الماضية سقوط أمطار على بني سويف والفيوم والمنيا وهي كانت أمطار خفيفة. ده العنصر الثاني في حالة التقلبات الجوية. العنصر الثاني والمهم اللي هنلاحظه خلال الساعات القادمة هو نشاط الرياح. اليوم سرعات الرياح بتتجاوز 50 لـ60 كيلومتر في الساعة، وده بيؤدي طبعا بدوره إلى مزيد من الإحساس ببرودة الطقس، يخلينا نحس بدرجات حرارة أقل بحوالي من درجتين لثلاث درجات. يعني إحنا اليوم بنقول 12 درجة على القاهرة الكبرى، مع الإحساس بيها هيكون 10 أو 9 درجات مع نشاط الرياح. أيضا كمان نشاط الرياح اليوم على مسطح البحر المتوسط بيكون سرعاته ما بين 60 و70 كيلومتر في الساعة، وده هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. ارتفاع الامواج اليوم هيتجاوز 5 متر على البحر المتوسط. البحر الاحمر يمكن كمان في نشاط للرياح وفي اضطراب حركه ملاحه بحريه، لكن ارتفاع الموج هيتجاوز 3 متر. دي الحاله الجويه اليوم، واحنا دايما نوهنا ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خلي بالنا من الساعات القادمه وتحديدا خلال فتره الليل، لان البروده هتبقى بروده قارصه خلال الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. طبعا متوقعين من غدا نبدا تتحسن الاحوال الجويه عن اليوم، يعني احنا اليوم كنا العظمى على القاهرة 12 درجة مئوية متوقعينها، غدا إن شاء الله هتكون 15 درجة مئوية، فدرجات الحرارة تبدأ ترتفع تدريجيا عن اليوم. كمان طبعا نشاطات الرياح هتبدأ تعتدل عن اليوم، لسه في نشاط رياح غدا هيحسسنا ببرودة الطقس، لكن طبعا هيكون أحسن من النهاردة، بالإضافة إلى فرص الأمطار هتنحصر غدا فقط على سواحلنا الشمالية وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري ووسط سيناء، وتكون كميتها أقل، هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة. وأيضا كمان إحنا طبعا بنقول ان الشبوره المائيه هنبدا نشاهدها غدا على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الوضع ده ان شاء الله هيكمل معانا لمنتصف الاسبوع القادم. يمكن نلاحظ مع يوم الجمعه والسبت زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، درجات الحراره تبقى اعلى من اللي احنا بنشهدها بقالنا اكتر من 14 يوم، هتوصل فيها العظمى على القاهره الكبرى ل 17 درجه مئويه.
احنا شفنا طبعا يعني في صباح الباكر امطار متواصله على القاهره الكبرى، والفتره الجايه هتكون فيها ايه بالتحديد في القاهره الكبرى من حيث فرص الامطار ودرجات الحراره؟ طيب احنا من خلال صور اقمار صناعيه، دي اخر صور اقمار صناعيه واصله الينا الان. طبعا في سحب لسه موجوده على القاهره الكبرى، يمكن السحب بتتحرك باتجاه شرق البلاد اكتر، فكميات الامطار اكتر هتبقى في المناطق الشرقيه الموجوده من شرق القاهره، سواحلنا الشماليه الشرقيه، مدن القناه وسيناء، لكن لسه الفرصه موجوده طبعا على القاهره. فرص الامطار هتكون ما بين الخفيفه الى متوسطه، هتكون من منطقه للتانيه وكمان على فترات متقطعه، يعني من وقت للتاني ممكن نشاهد امطار خفيفه في بعض المناطق، امطار خفيفه الى متوسطه في بعض المناطق. ايضا سواحلنا الشماليه لسه فرص الامطار والسحب الرعديه لسه موجوده عليها، فمتوقع لسه استمرار سقوط الامطار الرعديه على سواحلنا الشماليه. متوقع الامطار ممكن تتجدد تاني على القاهره الكبرى؟ متوقع ان شاء الله تتجدد مره اخرى على القاهره، وتكون امطار من خفيفه الى متوسطه باذن الله. هل درجات حراره تم تسجيلها، والمتوقع هل درجات حراره تم تسجيلها خلال ساعات الليل؟ طبعا احنا متوقعين العظمى على القاهره الكبرى اليوم هتوصل ل 12 درجه مئويه، وده يعتبر ابرد يوم بنشهده الى الان في فصل الشتاء. ممكن متوقع يحصل بعد كده انخفاضات في درجات الحراره، لكن دي اقل درجه هنوصل لها اليوم على القاهره الكبرى. طبعا خلال فتره الليل هتكون ما بين الخمس والست درجات، دي المقاسه كمان المحسوسه بتبقى اقل من كده. المحسوسه توصل في القاهره الكبرى كام؟ خلال ساعات الليل ممكن توصل لاربع وثلاث درجات خلال ساعات الليل، لان احنا في نشاط للرياح بنقول بيزود احساسنا ببروده الطقس، نحس بقيم اقل من القيم اللي احنا بنقولها مع حضراتكم، اقل من القيم بثلاث درجات، فمتوقع تكون المحسوسه على القاهره الكبرى من اربعه لثلاث درجات على القاهره الكبرى. كمان محافظات شمال الصعيد طبعا خلال فتره الليل هتوصل فيها العظمى لثلاث درجات، مرتفعات سانت كاترين هتوصل فيها، طبعا محافظات شمال الصعيد الصغرى اللي هتوصل لثلاث درجات بعتذر، لكن محافظات الموجوده في جنوب سيناء وتحديدا مرتفعات سانت كاترين الصغرى هتوصل فيها لثلاثه تحت الصفر، وده اللي هيؤدي لتكون وتشكل الثلوج على مرتفعات سانت كاترين. لكن طبعا خلال فتره النهار اقل درجه هنسجلها متوقع تكون على القاهره الكبرى 12 درجه مئويه باذن الله. يعني الامطار هتتجدد خلال الساعات اللي جايه على القاهره والجيزه متوقع ولا يعني؟ من خلال صور الاقمار الصناعيه بتوضح لسه في سحب موجوده على القاهره والجيزه وبعض المناطق من شرق القاهره الكبرى، فمتوقع تجدد الامطار مره اخرى ان شاء الله على القاهره والجيزه ومحافظات الوجه البحري، وتكون امطار خفيفه الى متوسطه. عايز حضرتك خرائط الامطار بقى، يعني الساعات اللي جايه المحافظات اللي هتشهد امطار، وسؤال ثاني متوقع الاجواء تتحسن امتى؟ طيب نقول ثاني المناطق اللي ممكن نشهد لها سقوط امطار في الساعات القادمه من خلال صور اقمار صناعيه. لسه سواحلنا الشماليه كلها لسه فيها فرص لسقوط الامطار، وهتكون طبعا امطار متفاوته الشده من متوسطه الى غزيره، كمان لسه فرص الامطار هتتجدد مره اخرى على محافظات الوجه البحري كلها، هتتجدد مره اخرى كمان على القاهره الكبرى والجيزه، هتكون امطار طبعا من خفيفه الى خفيفه المتوسطه في بعض المناطق، بتكون من منطقه للتانيه بتختلف كميتها وبتكون على فترات متقطعه. طبعا الايام اللي جايه احنا بنقول ان النهارده هو ذروه انخفاضات درجات الحراره، ذروه حاله عدم الاستقرار، من غدا ان شاء الله الخميس هنبدا نشعر بتحسن نسبي في الاحوال الجويه، لكن مستمرين في انخفاضات درجات الحراره، هنبدا نلاحظ زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، لكن الكتل الهوائيه لسه كتل هوائيه بارده فهتزود احساسنا ببروده الطقس، فعشان كده هنبدا ننصح الساده المواطنين نستمر في ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خلال فتره النهار وفتره الليل، ونخلي بالنا من البروده القارصه خلال الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. ايضا كمان الساده قائدي المركبات والمسافرين على الطرق وتحديدا في المناطق الساحليه، القياده تبقى بهدوء تام واتباع كافه تعليمات المرور، نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اتشاك الكهرباء، الواح، الاعلانات المعدنيه، والمتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان احنا اي تغيير او تعديل في نشراتنا هنبدا نعلنها مع حضراتكم اول باول. احنا قلنا في سحب كثيفه يعني ادت لعدم سطوع الشمس، هل متوقع ان السحب دي تقل والشمس تطلع ولا مش متوقع؟ يعني احنا من خلال صور الاقمار الصناعيه الموجوده قدامنا دلوقتي السحب هتبدا تتحرك باتجاه شرق البلاد، فنبدا نشوف الشمس مره اخرى، لكن وارد يتجدد سقوط الامطار اللي احنا شهدناها في الساعات الماضيه، وارد تتجدد على القاهره الكبرى مره اخرى، لكن هنبدا نشوف زياده لفترات سطوع اشعه الشمس في الساعات المقبله بسبب تحرك السحب الى شرق البلاد، لكن لسه في سحب ممطره على القاهره الكبرى الان. الثلوج وتساقط حبات البرد اللي هي معروف ان
اللي هي اسمها حبات السلوك هيكون فين بالظبط؟ احنا شهدنا في الصباح الباكر تساقط للبرد الكثيف على مطروح والاسكندرية، فاحنا متوقعين اليوم تساقط لحبات البرد هيكون على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الدلتا، طبعا زي مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. احنا شهدنا في الساعات الماضية على مطروح والاسكندرية تساقط لحبات البرد او الكرات الثلجية اللي بتكون نتيجة التبريد الشديد اللي موجود في طبقات الجو العليا. تساقط الثلوج اللي دايما معتدين عليه في مرتفعات سانت كاترين وارد جدا، لان درجات الحرارة هتنخفض لأقل من 3 درجات تحت الصفر. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لك.